الحمد لله رب العالمين. اليوم الخميس 17/3/2022 مديرية أوقاف الإسكندرية تشرف باستقبال الدفعة الخامسة من لحوم صكوك أطعام الطعام بحضور معالي سعادة اللواء خالد بيك مساعد محافظة. النهاردة الدفعة 2 طن ليصل مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الإسكندرية 12 طنا من لحوم صكوك أطعام الطعام. يعد الكشف أو الكشوف الخاصة بالأسماء بمعرفة التضامن ويتم تسليمها فورا لإخواننا في التضامن للقيام بمهام التوزيع وفق الكشوف للأسر الأولى بالرعاية حسب تعليمات معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة. ومن هذا المكان نؤيد الشكر والتقدير والاحترام لمعاليه على المجهود والعناية التي يوليها لمحافظة إسكندرية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا. وكل عام حضراتكم بخير. احنا طبعا يعني من مكاننا هنا في المحافظة وبالإنابة عن معالي الوزير المحافظ يعني بنوجه التحية والتقدير لمعالي وزير الأوقاف على الدعم الكبير اللي مديه لمحافظة إسكندرية، وبنشكر طبعا بيئة التضامن الاجتماعي على الإعداد المحترم طبعا للفئات اللي محتاجة الكلام دوت، ومع حضرتك برضو ان شاء الله على استمرار يعني باذن الله ان شاء الله. طبعا احنا بنشكر الساده الوزراء الاثنين الاول ومعالي الوزير المحافظ ومعالي اللواء خالد جمعه على اهتماماتهم وعلى ان هم فعلا بيحاولوا ان احنا نشوف الاسر الاكثر احتياجا والاسر الاولى بالرعايه، وان احنا طبعا بنتم من خلالنا عن طريق كشوف من خلال اللجنه دي بنبدا نوزع على الأسر الأكثر احتياجا، ودي في المناطق زي النهاردة هيبقى في بشار الخير 1 و2 و3 و5، وهيبقى في منطقة باب الأحرار كمان النهاردة 1500 كيلو هيبقوا في بشار الخير وال500 كيلو إن شاء الله في باب الأحرار.